والله باش سديت هانا خوتي هانا خوتي هو فيستيفال مدينة وجدة فيستيفال الراي اشوفه خاوي كيصفر حملة مستمرة قاطعون انا اشوف حتى واحد ما كيتفرج ليا انا مقاطعون حتى المغنيين مرقوا قاعد يدخلوا المنصة ما جايين الا اسم الجاي او غير البلديه هم اللي راهم يدوروا مقاطعون مقاطعون انا جيت غير باش نصور هما الضوء يشتعلوا غير بوحدهم هما كان لا جمهور لا والو مقاطعون الحملة نجحت ان شاء الله بإذن الله الحملة نجحت هو اخويا نور الدين بالقاسم مقاطعون كاينة محمد علي يسور تبارك الله عليك خويا قال لك انه راجع هيا كان والو برافو خويا نجيم تبارك الله عليك الفضل يرجع لكم تبارك الله عليكم الله يحفظكم يلا تبارك الله عليك الله يحفظك يلا برافو مقاطعة تبارك الله عليك خويا عبد الشكري فضل يرجع لكم تبارك الله عليك يلا غادي نمشيو درك حيت ما كان الله نضيع الوقت في هاد الفيستيفال ديال الخنز ديال الراية المرض المهم الحملة نجحت هادشي اللي بغينا نوصلكم يلا تبارك الله عليكم خويا العفو خويا نجيم بن عاسية تبارك الله عليك برافو المقاطعة واش بدا وبعدا ما كان والو راك شترا مغدوة وصافي راه ما كان والو اصلا الجمهور اللي اصلا الجمهور باش يبداو ما كاينش فهمت يلا تبارك الله عليكم الله يعاونكم مع السلامة